بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله، مع سلسلة السيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة، مع الحلقة الثالثة بعد المئة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يصد الكفار الذين يتوهمون أنهم يستطيعون القضاء على الإسلام، أخذ يوجه حملات تأديبية إلى القبائل التي شاركت في غزوة الخندق. بعدما تفرقوا كانوا مؤلبين، وبعدما تفرقوا بدأ يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم حملات تأديبية ويشن عليها السرية تلو السرية. في ربيع الأول من السنة السادسة من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني لحيان، فشن عليهم هجوما فتفرقوا من كل مكان. وفي ربيع الأول من السنة السادسة من الهجرة النبوية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عكاشة بن محصن لبني أسد، ففروا منه وتفرقوا. والسلام عليكم.